رب العالمين، أحمده سبحانه بجميع المحامد كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع النعم كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، عدد الخلق كلهم، ما علمت منهم وما لم أعلم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله عدد ما كان وما يكون، وعدد ما في علم الله المكنون. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله عدد علوم الله وأفضاله، والرضا عن ساداتنا ذوي القدر الجلي الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين، وعن أختيهما سيدتنا زينب أم كلثوم، وعن بنات رسول الله الطيبات الطاهرات، وعن أختهم سيدتنا فاطمة الزهراء، وعن أمهم سيدتنا خديجة، وعن سائر أمهات المؤمنين، وعن الصحابة كلهم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم، أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر صاحب كتاب صفة الصفوة أن تلميذ الإمام حمزة ابن حبيب الزيات دخل عليه ذات يوم فوجده ساجدا على الأرض يمرغ وجهه فيه ويبكي، فقال له: أعيذك بالله مما أرى. فقال له حمزة رحمه الله: وما لي لا أفعل، وقد أكرمني ربي البارحة برؤيا، فقد رأيت في منامي كأن القيامة قامت، وسمعت صوتا يقول: ليحضر حملة القرآن الكريم. فاقتربت، فقال الصوت: ليدن حملة القرآن العاملين به. فرجعت القهقرى، فسمعت صوتا عذبا يقول: أين حمزة ابن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله. فابتدرني ملك وقال: بل قل لبيك اللهم لبيك. فقلتها، ودخلت دارا فوجدتها ملأ بقراء القرآن، وسمعت تلاوتهم، ورأيت في الدار منبرا من در أبيض، حافتاه من ياقوت أصفر، مرقتاه من زبرجد أخضر. فقيل لي: ارقى واقرأ كما كنت تقرأ. فرقيته وقرأت من سورة الأنعام إلى أن وصلت إلى قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فقال لي: ألست القاهر فوق عبادي يا حمزة؟ فقلت: بلى يا رب. فقال: اقرأ. فقرأت السورة حتى أتممتها، وقرأت من بعدها سورة الأعراف. فقال لي: يا حمزة، من أقرأك القرآن هكذا؟ فقلت: سليمان. قال: صدق. فعمن قرأ؟ قلت: عن يحيى. قال: صدق. فعمن قرأ؟ قلت: عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال: صدق. فعمن قرأ؟ قلت: عن ابن عم نبيك علي. قال: صدق. فعمن قرأ؟
قلت عن نبيك رسول الله محمد، قال صدق، فعمن قرأ؟ قلت عن جبريل، فقال صدق جبريل، فعمن قرأ؟ فسكت، فقال لي قل أنت، فقلت لا أجرؤ أن أقولها يا رب، فقال قل أنت، فقلتها، ثم قال لي أدن يا حمزة، فغمرني بالغالية وهي من أجود أنواع الطيب، ثم ضمخني بها وقال يا حمزة القرآن كلامي، وعزتي وجلالي لأكرمن أهل القرآن سيما العاملين به، فأعلم أصحابك ذلك، وإني لا أفعل هذا بك وحدك، ولكن بنظرائك من فوقك ومن دونك يا حمزة. وعزتي وجلالي لا أعذب قلبا حوى القرآن، ولا لسانا تلاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرت، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما أحوجنا أحبتي في الله أن نقبل على كلام ربنا تلاوة وتدبرا وفهما وتعلما ونشرا لعباد الله. ما أحرانا أن نكثر من القرآن الكريم، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهو الهدى والرشاد لمن أراد الخير والنجاة في الدارين. ودعونا اليوم نأخذ من رياض القرآن الكريم زهرة فيحاء ندية، نستنشق شذاها سويا، لنعيش في رحابها متأملين فضائلها. هي سورة تسمى بفسطاط القرآن، من أعظم ما نزل على سيد المرسلين. فيها آية هي أعظم آية في كتاب الله، وختم الله هذه السورة بآيتين أنزلهما من كنز كريم من تحت عرشه الشريف. فيها أطول آية في القرآن. نعيش اليوم مع سورة مدنية فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم. نعيش اليوم مع سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وردت أحاديث كثيرة في فضائل سورة البقرة، منها أن قراءتها تطرد الأبالسة عن البيوت فلا يقربها شيطان، وإذا طرد الشيطان من البيت حلت البركة فيه وعاش أهله في سلام ووئام ونعموا بكل خير جزيل. ولعل ما تعانيه بعض بيوتنا اليوم من شجار وشقاق وخيانات زوجية وارتفاع حالات الطلاق وعقوق الأبناء وغير ذلك، ربما هو ببعد أهلها عن تلاوة القرآن عامة وعن هجر سورة البقرة خاصة.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. سورة البقرة تقهر الشياطين. وصانا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءتها فقال: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه. كذلك هي سورة تعجز السحرة وشياطين الإنس عن الاقتراب من تاليها وعن إصابته بأذى أو ضره بسوء، فلو اجتمع السحرة جميعا من لدن فرعون إلى الآن وأرادوا وقوع ضر بقارئ سورة البقرة لعجزوا. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديثه الشريف: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. سماها رسول الله سنام القرآن أي أعلى وأعظم ما في كتاب الله. ففي الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا رسول الله قال: سورة البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، وفيها آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزلت من كنز تحت العرش. هكذا يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضائل هذه السورة العظيمة، ولسعة سماحة الإسلام، ولكرم وجود رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن كل الناس لن تستطيع قراءتها إما لأمية فيهم أو لانشغال في أوقاتهم، فقد سهل الله علينا تلاوتها واختصر رسول الله فضائلها في آيات بسيطة منها. من قرأها وداوم عليها وقاه الله شر الشياطين وحفظه من شرور السحرة ورفع قدره وعلى شأنه. من هذه الآيات آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. سأل النبي الأكرم أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله فقال: آية الكرسي. فضربه النبي على صدره فرحا به وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم. ثم قال: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاء في الخبر الذي أخرجه الطبراني عن سيدنا النبي أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام. من قرأ آية الكرسي
دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام، وكأنه قاتل مع النبيين حتى يستشهد. وكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقرأ آية الكرسي في زوايا بيته. كذلك ورد في آيات من سورة البقرة فضل عظيم وشرف كثير، وهي خواتيم سورة البقرة. فقد ورد عن سيدنا رسول الله أنه كان قاعدا ومعه جبرائيل، فسمعوا ضجة في السماوات، فنظر جبرائيل إليها ثم قال: يا محمد، لقد فتح من السماء اليوم باب لم يفتح قبل اليوم قط، ونزل منه إلى الأرض ملك لم ينزل إلى الأرض قط. معه آيتين، معه سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وقد ورد في فضلهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما معناه؟ خواتيم سورة البقرة نزلتا من كنز تحت العرش، فاقرؤوهما وعلموهما نساءكم وأولادكم، فهما صلاة وقرآن ودعاء. وقد ورد أن من قرأ في ليلة خواتيم سورة الكهف خواتيم سورة البقرة كفتاه، أي من كل هم وغم وضيق وحزن وألم ووجع وكرب، وقيل كفتاه عن قيام الليل، فقراءتهما تغني عن قيام الليل، أي كأنك قمت الليل كله لله رب العالمين. هل بعد ذلك من فضل؟ هل بعد ذلك من خير؟ سورة تحضرها الملائكة وتطرد عند تلاوتها الأبالسة، سورة لا تستطيعها البطلة، فيها أعظم آية في كتاب الله، ختمها ربنا بآيتين نزلتا من كنز تحت العرش. فما أحرانا وما أحوجنا أن نقبل على كتاب ربنا تلاوة وتدبرا وفهما وعملا. فقد ورد أن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه تعلم سورة البقرة في 12 سنة، وتعلمها ولده عبد الله في 8 سنوات، لا لقلة ذكاء، ولكن لأنه كان يقرأ ويتدبر ويعمل. نسأل الله أن يعيننا على ما أعانه به، وأن يوفقنا إلى ما هدانا إليه، وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، وأن يحشرنا تحت زمرة رسول الله، أن يحشرنا في زمرة رسول الله وآل بيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، ضمن ربنا تبارك وتعالى سورة البقرة كثيرا من الأحكام، فقد تكلم عن أحكام الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، وضمنها كثيرا من أحكام المعاملات، فتحدث عن آية الدين وعن الربا وعن اليمين، وضمنها كذلك أحكام الأسرة من الظهار والطلاق والزواج والإيلاء والرضاعة والمواريث،
وضمنها كثيرا من القصص، تحدث فيها عن بدء الخليقة وعن خلقه لسيدنا آدم، وتحدث فيها عن قصص كثيرة كقصة نبي الله موسى وإبراهيم وبناء البيت وطالوت وجالوت وهاروت وماروت. كذلك تحدث فيها ربنا عن قصة البقرة، تلكم القصة التي لأجلها سميت هذه السورة بسورة البقرة، وقد وردت روايات عدة في سر تسميتها بهذا الاسم. نأخذ منها ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله، وقد بين في سر تسميتها أن شابا كان له عم ثري أراد أن يتزوج ابنته فأبى، فاغتاظ منه فقتله وأخفى جريمته عن عيون الناس ليرثه وليتزوج ابنته من بعده، وفي الصباح ذهب كأنه يعوده ويزوره، فلما رأى دماءه على الأرض تسيل أخذ يصيح ويضرب وجهه ويشد شعره ويحث التراب على رأسه ويقول واعماه واعماه، فاجتمع الناس فقال من قتل عمي أريد أخذ الثأر، فذهب الناس إلى سيدنا موسى عليه السلام فأمرهم بوحي من السماء أن يذبحوا بقرة، فاستهزأوا بكلامه وقالوا مستخفين بأمره أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وبدأوا في مماطلة سيدنا موسى وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم عادوا فسألوه ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قالوا له أخيرا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فبينها لهم وحدد أوصافها. وكان في المدينة ابن بار بأبيه يحبه حبا جما، كان أبوه نائما ذات يوم وابنه واقف على رأسه يظلله ويحجب الذباب عن وجهه، وكان مفتاح الخزينة تحت رأس أبيه، فمر به تاجر وقال أيها الشاب هل لك في شراء هذه اللؤلؤة بستين ألف درهم؟ فقال إن المفتاح تحت رأس أبي وإني لا أحب أن أوقظه، فانتظر حتى يستيقظ وسأشتريها منك بسبعين ألفا. قال التاجر خذها مني بخمسين ألف. قال الشاب والله لا أحب أن أوقظ أبي، فأمهلني حتى يصحو ولك وأشتريها منك بتسعين ألفا. فما زال الشاب يزيد في سعرها والتاجر ينقص من قدرها، وكان لهذا الشاب بقرة، فلما فتش بنو إسرائيل عن البقرة وجدوها لدى هذا الشاب البار بأبيه، فقالوا له بعنا البقرة بمثلها فأبى، فقالوا بعنا البقرة ببقرتين فأبى، ورفعوا إلى أن قالوا بعنا بقرتك بعشر بقرات فأبى، فذهب الناس إلى سيدنا موسى وقالوا قد أبى أن يبيعنا بقرته، فقال لهم اذهبوا إليه واشتروها منه بما يريد، فشروها منه بوزنها ذهبا. وهذا سر بر الوالدين، فهنيئا لكل شاب وفتاة، وهنيئا لكل ابن أطاع أمه وبر أباه ووصل رحمه. أمك وأباك، أختك وأخاك، أدناك فأدناك،
كما قال رسولنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.